حديث عجيب هدية الليلة دي قول تاني تدفع كم الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبرضو أنا بقول كده أن أنا جربت أن هذا الذكر يتقال في الدقيقة الواحدة ست مرات ست مرات فاربعين بمئتين واربعين ألف حسنة في دقيقة واحدة مئتين واربعين ألف في دقيقة واحدة اسمع تاني قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قال بعد صلاة الصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد كتب الله له اربعين الف حسنه في دقيقه واحده